قام وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز خنوش بزيارة ميدانية إلى إقليم الحسيمة لتتبع سير المشاريع المبرمجة في الإقليم. قال خنوش إن المشاريع شملت مجالات مختلفة، منها مواصلة تهيئة المسالك القروية في الإقليم إلى جانب مشاريع في القطاع الفلاحي. هذه زيارة ميدانية ديال تتبع ديال المشاريع اللي هي موقعة هنا في يعني في إقليم الحسيمة، مشاريع اللي مهمة مختلفة، بحيث أولا كاين مشاريع اللي كتهم الساقيات، وكتعرفوا بأن كاين مشروع ديال 102 كيلومتر ديال الساقيات اللي غادي يكون في الناحية، كاين كذلك 104 كيلومتر ديال الساقيات ديال الطرق المسالك الطرقية القروية اللي هي انطلقت كلها واللي هي داخلة في يعني في البرنامج ديال المنارة، واللي كتهم تقريبا 140 مليون ديال الدعم ديال الاستثمار، وكذلك واحد العدد ديال البيريمتر ديال الغرس ديال أشجار اللوز ويعني والتين، وكذلك ديال الزيتون.